قلتي كذلك ان ما يمكنش الباترونه انها يكون عندها توجه سياسي او تسيطر عليها بعض التيارات السياسيه. او شنو اللي خلاك تقول هادشي؟ حيت مزور ولا طلع؟ طبعا حيت هذا سي صلاح الدين ماشي انسان عادي. نعم. راه كان رئيس ديال الحزب. نعم. ومن رئاسه الحزب رئاسه الباترون راه سؤال كبير. ولكن هو قال بانه اليوم اللي غينتخب سوف يقدم استقالته. دابا 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 انا راني قلتها كنقول لا تكفي الاستقاله، خص انضباط النظام الداخلي ديال سجون. سجون في كل الدول مخلوقه لكي تدافع على الباترونه ماشي لكي تصدر مواقف سياسيه وبلاغات سياسيه. ايه ولكن هذا موقف ديالك سابق لاوانه، خصنا نحكموا على مزوار على الافعال ديالو ماشي على النوايا. شفتي اول تصريح ديالو؟ لا شفت مجموعه تصريحات. لا شفت اول تصريح ديالو من بعد هذا الشيء اللي قلنا راه هذا ديالو البارح. البارح شنو قال؟ راه كيتهم الحكومه. لا هو دا تيتهم الحكومه. لا هو دابا انت كرجل. لا هو الى اتهم الحكومه او في واحد الجانب اللي متعلق بالمقاولات ماشي اتهام، كيدافع على مصلحه المقاولات اعتقد. شوف انت كتعرف بان راس المال جبان ياك، والاستثمار والمناخ ديال الاستثمار كيحتاج واحد النوع من التوافق. نعم. واش مني غيشير هو غادي يوقع هو اللي كيمثل الباترونه. نعم. وكيتكلم وهاد الحكومه ما دايراش وفعلاش غيجي المستثمر الخارجي. فلذلك خلينا نكونوا معقولين. راه الطلبات والمطالب ديال الباترونه كتجي عبر الحوار. فعواد انت ياك عاد نتو خيبت، علاش تصدر مواقف؟ علاش تخرج بتصريح؟ لماذا لا تدعو الحكومه باش دير معاه لقاء وتناقش فيه هادشي، تناقش فيه هادشي المقاطعه، تقول له بدي شنو خصنا نديرو الى غير ذلك، حنا الباترون حنا موجودين، انتم كحكومه خصكم ديروش وقلنا شنو خصها دير كاع. لا ما عرفاتش. ما تقولش بان الحكومه تالفه، لانه هذا هو اللي كنت خايف منه، هو اللي كيوقع الان. فلذلك انا بالنسبه الي الباترونه مع كل احترام والتقدير ديالها كنقول في كل الدول هي تشتغل الى جانب الحكومه، بل في ظل الحكومه، والحكومه كتحميها، والحكومه ملزمه باش تحقق المطالب ديالها، لان عندها علاقه بالاستثمار، عندها علاقه بالتشغيل، عندها علاقه بالتنميه، عندها علاقه بالاقتصاد الحر. فلذلك هي مفروض على الحكومه باش تدعمها. ما يمكنش واحد كيقدم لك كيدعمك ويعاونك وانت تتوجه اليه بالسيف وبالقصبة العين.